الدراسة وكنت زرت واحد العدد كبير ديال الديور ديال الرياضات في الوقت اللي كانوا السكان ديال المدينة كيخرجوا يسكنوا في الأحياء الجديدة وحتى واحد ما كان باغي المدينة القديمة. وأنا آمنت بهاد القضية ديال الباتريمون وخدمت عليها. المئات ديال الديور وديال الرياضات اللي كنت سبق ليا كانت محظوظ أنني شفت هاد العدد ديال الديور وديال الرياضات قبل ما يجيو الأجانب وقبل ما يترونسفورمي وهاد بزاف ديال الديور لهاد الأمور اللي ولات دابا. تلقيت بعدد ديال العائلات اللي كانوا باقيين قدام في المدينة وهذوك العائلات اللي كانوا ساكنين في المدينة دبي 4-5-6 حتى 7 جينيراسيون. وهنا فين تعلمت بزاف الحوايج مع الناس اللي كنت نتلاقى بهم وكيتكلموا لي على الرياض ديالهم وعلى جدودهم وعلى الوالد ديالوش كانت يعود لهم وعلى كيف كانت يعني طرق الترميم والطرق البني. دونك سي بور سا كو انا ماشي مهندس معماري ولكن تعلمت بزاف سيغ لو تا دو تيغان في مدرسه الحياه. هاد الدار انا كنت اكتشفتها تقريبا في الاخر ديال الثمانينات وكل ما كنشوف ديور اخرين ورياضات اخرين الا كترجع ليا المخيله ديالي لانه هادي دار فريده من نوعها. لانه هادي بعد دار ديال العهد السعديين سميتها دار شريفه لانه قلت هاد الدار هادي ما بقات من بين خواتاتها ديال العهد فاش كانت ما هي الا شريفه. هذا الاولى. والحاجه الثانيه باش نعطيها ان بيل في سي بور سا كو جي بونسي لاغ و لا بانتور والموسيقى والشعر الى اخره. والحمد لله هذه تقريبا اكثر من 20 سنه دار شريفه راه ولات معروفه من الاماكن المعروفه في المدينه العتيقه في مراكش يعني اللي بليز اكتيفيتي اللي كنديروا بالاضافه للامور كلها.